ويجا بكأس تونس بداية الشهر المقبل. يواصل النادي الإفريقي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي بيرتران مارشان تحضيراته التي بلغت مرحلتها الأخيرة وسط أجواء إيجابية على الرغم من عقوبة المنع من الانتدابات. نتابع المزيد في تقرير نافع بن عاشور. إدارة تعمل في الاتجاه الصحيح بهدف تخليص النادي بشكل نهائي من ديونه، وفريق يواصل التحضير داخل أسوار النادي الأحمر والأبيض في قلب العاصمة التونسية الذي عادت إليه الحياة بعدما هجره الفريق الأول لسنوات. كل هذا استعدادا لانطلاقة موسم يريدها النادي الإفريقي موفقة بعد أسبوعين من خلال النجاح في التتويج بكأس تونس التي أدرك مرحلتها قبل الأخيرة. عنا أول تحدي اللي هو كأس تونس، ظهر لي بعض تضحيات الجماهير فترة الأخيرة يستحقوا للفرحة هذه. إن شاء الله باش نعملوا كل ما في وسعنا باش نفرحوهم، نمشي خطوة بالخطوة. عنا نصف نهائي نلعب عليه وبعد لكل حادث حديث. في غياب الانتدابات هذا الصيف وللمرة الأولى منذ مواسم بسبب عقوبة المنع التي لم تسارع إدارة النادي كعادتها لرفعها هو مزيد تعميق حجم الديون، بل اختارت ترشيد المصاريف والتعويل على أبناء النادي والبعض من أصحاب الخبرة الذين خيروا البقاء والدخول في مشروع المدرب الفرنسي بيرترو مارشان الذي يعود للنادي الإفريقي للمرة الثالثة. هو ناد كبير يستحق أن نتعلق به وأن ننجح لأجله، والمهم هو النجاح. ليس هناك وقت لمزيد من الانتظار، خاصة أن الجودة متوفرة في اللاعبين الشبان والمجموعة ككل بالرغم من حرماننا من الانتدابات. في ظل عقوبة المنع من الانتدابات في الميركاتو الصيفي، النادي الإفريقي يعول على أبناء النادي وخبرة مدربه الفرنسي بيرترو مارشان لضمان انطلاقة موفقة في الموسم الجديد من خلال التتويج بمسابقة كأس تونس لتكون خير هدية لجماهيره الوفية. نافع بن عاشور، بي إن سبورتس، تونس. مشاهدينا هذا الحصاد.